بالنسبة إلى فرضية البحث، إن ما يترتب على الأمة من أحكام في صون حرمة النبي صلى الله عليه وآله ملازم لحرمة عترته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه فرضية البحث. مشكلة البحث، هل حرمة النبي صلى الله عليه وآله تسري إلى قومه أم محصورة بعترته؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وآله من قريش من العرب، هذه الحرمة تسري إلى قومه أم أن الشريعة لها رأي آخر؟ الهدف من البحث بيان تصحيح الإمام الحسين سلام الله عليه لمفهوم حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسريانه إلى مفهوم القومية التي زرعها الولاة في الفكر الإسلامي. هذه الفرضية ومشكلة البحث، الهدف من البحث، نستعرضه إن شاء الله عبر المقدمة، واختصارا للوقت لأننا مقيدون بوقت محدد نكتفي بمسألتين. بالنسبة إلى مقدمة البحث، النصوص التاريخية التي تناولت تاريخ نشأة الكوفة، لأنه دائما المخالفون تركيزهم في بيان ما وقع على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وما جرى من رزية ومصيبة على الأمة، يلقون بعاتقها على من؟ على أهل الكوفة. الآن نرجع إلى النصوص التاريخية في تأسيس الكوفة، في نشأة الكوفة، أو كما يعبر عنها في الروايات في تمصير الكوفة، يعني جعلها نصرا من الأمصار، يعني مدينة من المدن. متى وقع هذا الشيء، تمصيرها وجعلها مدينة من المدن؟ في زمن عمر بن الخطاب.